ناظم شط البصرة. يقع ناظم شط البصرة في الكيلومتر 22 من قناة شط البصرة، ويعتبر المنشأ الأخير في المصب العام، حيث يتصل المصب العام بشط البصرة في الكيلومتر 6400 من شط البصرة، وينتهي بالناظم ثم إلى الخليج العربي عن طريق خور الزبير. يعتبر ناظم شط البصرة جزءاً مهماً من المصب العام لما يقدمه من فائدة في التحكم بالمياه المنسابة إلى الخليج العربي، ولمنع مرور المياه البحرية المالحة إلى أعالي الجزء الجنوبي من المصب العام وشط البصرة. وكذلك يستخدم للموازنة المائية بين المياه الواردة من محطة ضخ الناصرية، وكذلك منع المياه البحرية في حالة المد. ويستخدم أيضاً لرفع منسوب المياه في شط البصرة لملاءمة الأغراض الملاحية ورفع منسوب المياه في المقدم، ويستخدم أيضاً في الأغراض الصناعية والاستفادة منه في الثروة الحيوانية للساكنين على ضفافه. يتكون الناظم من 5 بوابات رئيسية للتصريف وبوابتين للفيضان، مع وجود ممر ملاحي يحتوي على هويس بطول 100 متر، وبوابتين شعاعيتين بالمقدم والمؤخر، وعليه جسر متحرك. حيث قامت الوزارة بعدة إصلاحات لكافة النواظم والجسور والمنشآت الخاصة بالمشاريع الإروائية التي تعرضت للتخريب أثناء الأعمال الإرهابية والحروب السابقة، ومن ضمنها ناظم شط البصرة، حيث تم تكليف شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية بإعادة تأهيل ناظم شط البصرة، حيث تم استيراد رافعات من مناشئ أوروبية ألمانية الصنع، وتشغيل هذه المنظومات بواسطة منظومة أوتوماتيكية PLC وبتقنيات عالية، حيث تم تعاقد شركة العراق مع شركة رومانية متخصصة لتجهيز وربط المنظومات. كذلك تم نصب مولدتين بقدرة 550 KVA لكل مولدة، مع محولة كهربائية بقدرة 400 KVA، ويجري العمل الآن بمراحله الأخيرة، حيث تم ربط جميع المنظومات والتوصيلات الكهربائية. وسيتم المباشرة بأعمال إنشاء المناظر الطبيعية لمنطقة ناظم شط البصرة لملء كافة الفراغات في المساحات الداخلية والمحيطة بالناظم، وعلى جانبي الدور التشغيلية ومقر الدائرة صممت المناطق الخضراء وجلسات الاستراحة والمسقفات المفتوحة والنافورات والأماكن الترفيهية والأسيجة والبوابات لمداخل الناظم، ومنظومة الإنارة ومنظومة الكاميرات بطريقة حديثة وعصرية، والتي سوف تجعل من موقع ناظم شط البصرة إيقونة جمال في محافظة البصرة لما لها من أهمية استراتيجية.